من بعد انتشار هذا الفيديو والمهرة البحرينية متهمة بممارسة السادية. ظهرت وهي تسحب السيارة من أغلى الماركات بسلسلة كلاب. كانت تسير على جنب السيارة الروز رايس الفارهة بينما تسحبها بحزام جلدي مخصص للكلاب. من بعد الهجوم عليها وانتقادها بالسب واتهمها بممارسة السادية أغلقت التعليقات. والحقيقة أن المهرة البحرينية بتقلد انفلونسر نمساوي متخصص في شؤون السيارات. هذا الشخص النمساوي يظهر في كل مرة ويدور حول سيارته يسحبها بحزام جلدي كالكلب ويحاول التعديل من مسارها بهذه الطريقة. رأى البعض أن هذا الفيديو لا يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع ويرسخ لفكرة التفاخر بالممتلكات الفارهة وسط أزمة اقتصادية عالمية. وحقيقة هذه الأزمة أنها أطاحت بعدد كبير من البشر حول العالم. العديد من الانتقادات والهجوم وصل للإهانة الشخصية. ومن ناحية تانية ظهر البعض يدافع عن المهرة البحرينية، أكدوا أنها حرة باستعراض أموالها حيث تشاء طالما لم تسأل أحد أن يقلدها. أصبح العنوان الأكثر تداول المهرة البحرينية تستفز الجمهور بسحبها سيارة روز رايس بسلسلة كلاب. اسمها الحقيقي فجر السعيد من مواليد 30 يوليو سنة 1991، يعني عندها 31 سنة، ممثلة بحرينية، وكانت متزوجة من شخص يدعى عادل المسلم وتم القبض عليه في قضية مخدرات، حيث تزوجت من المنتج والممثل عادل المسلم اللي كان بيكبرها ب 21 عام، وقامت معه في الكويت واشترى لها جزيرة باسمها وطيارة خاصة وتم القبض عليه.